اليوم نتواجد في هذه المنطقة أو هذا المكان اللي كتواجد به البناية التي ورانا، اللي هي بناية محطة قطار الكبرى بمدينة مكناس، واللي هي معلمة تاريخية ترجع للفترة الكولونيالية، وهي اللي تبنت سنة 1925، واللي كان المهندس اللي قام يعني بالتصميم ديالها هو ريني كانو اللي صمم يعني مجموعة ديال المحطات منها ديال الفاس وكذلك ديال الدار البيضاء. فهذه معلمة تاريخية، وهو يعني في إطار يعني التثمين والتسهيل ديال المحطات يعني ديال القطار في المغرب، كنلقاو على ان يعني اخر وحده اللي حتى الان التي لم يصيبها هذا السهم ديال التاهيل والتثمين ديالها يعني من داخل برامج ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه. فتاريخيا يعني اول قطار، بغض النظر على القطار اللي كان في العرايش اللي كان بليتو في منطقه الشمال يعني في 1859، واللي كان ايام الحرب ما بين المملكه المغربيه والاسبانيا، واللي دام يعني سنتين يعني بسبب ظروف الحرب، هناك اول قطار كان هو الدخول ديالو لمدينه مكناس، واللي كان هداته يعني السلطات البلجيكيه او الحكومه البلجيكيه من اجل الظفر بصفقه السكك الحديديه بالمغرب، واللي هدات قطيره يعني صغيره من صنع الماني في ميونخ، واللي السكه ديالها 60 سنتيم. فتم اهداؤها للسلطان مولاي الحسن الاول، وباش تكون يعني في جنبات يعني البساتين ديال اكدال القريبه من القصر الملكي. القطيره اللي تم يعني اخذها الى مدينه الرباط، واللي اختفت في ظروف الحرب العالميه الثانيه. دونك هناك يعني واحد التاريخ كبير في مدينه مكناس عنده علاقه يعني بالتراث السككي، كذلك مدينه مكناس اللي فيها يعني السياس السوسيال القديم ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه، واللي معروفه يعني على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي على انها من لي ريفيرونس كبار في التراث السككي. فكتلاحظ بانه عمليه التاهيل بدات في 2003 ديال المحطه ديال طنجه، 2008 المحطه ديال مراكش، و2009 المحطه ديال فاس، ومن موجات من وراها مجموعه المحطات اللي حتى يعني مجموعه المدن الصغرى اللي تم التاهيل ديالها بحال يوسفيه، بحال تمارا، الا مدينه مكناس اللي باقي يعني المحطه ديالها اللي مازال ما تصوبتش، مازال ما تم التاهيل ديالها يعني على حسب يعني التصميمات ديال الجيل الجديد، وكذلك مع المحافظه على هذه المعلمه التاريخيه. فاحنا نحن ننتظر يعني ان يتم يعني الاسراع، هو كاين المشروع على ما اظن، وكنلاحظ يعني مجموعه ديال التحركات لا ديال السلطه ولا ديال الممثلين ديال المكتب الوطني للسكك الحديديه ولا ديال الجماعات المحليه اللي كتبغي يعني تقوم بانجاح هذا المشروع. حنا كنتمناو انه يتم الاسراع به، وحتى مدينه مكناس تكون عندها واحد المحطه قطار كبيره يعني بالمواصفات الجديده اللي كتعرفها مجموعه ديال المدن، وكذلك يعني باش تكون حتى جوده الحياه، لانه لاحظنا مؤخرا مجموعه ديال البرامج اللي انطلقوا بحال البرنامج ديال الاستفاده من خصم الدخول الى المتاحف اللي كتشرف عليها المؤسسه الوطنيه للمتاحف، وذلك يعني باستعمال تذكره القطار. فكيف يعقل اننا نمشي نشوفوا المتحف وحنا داخلين يعني محطه قطار في مدينه مكناس يعني لا تصلح الا لتصوير الافلام السينمائيه القديمه ديال الحرب العالميه الثانيه وما قبلها. تنشوفوا بان المدينه ديال مكناس والمحطه ديال مكناس تتعز في النفس اننا نشوفوها في هذا المنظر اللي هو حنا اعتدينا عليه واعتدينا على الرؤيه ديالو هكا. ولكن هناك اجيال، عندنا كاين اجيال، كاين شباب، كاين الناس، كاين مواطنين ديال المدينه اللي كل يتساءل عن يعني هذا التهميش اللي تيطال يعني المشاريع اللي تتكون في المدينه ديال مكناس. واش يعني كاين مسائل اللي هي تتكون ربما قرارات اللي تتخذ في هذه المدينه واش تكون مناسباتيه او لا كاين تاثيرات سياسويه على هذه المدينه هذه اللي تتخلي اننا تنشوفوا تعثر كبير في جل المشاريع اللي تتهم المواطن وبالخصوص المسائل ديال النقل. هناك المحطه الطرقيه اللي جات في الدخله سيدي سعيد واللي هي اليوم يعني المكان ديالها لا يليق الدخله ديال المدينه، وبداك المسائل بداك يعني ما غاديش نقولوا شي حاجه اللي هي اكثر من اللي هو كاين وتيتواجد. محطه القطار كذلك، محطه القطار وتنعرفوا مدينه مكناس يعني واحد الممر اللي هو مهم جدا، يعني منين جاي هذا الخلل هذا؟ المحطه يعني عندها كاين تنشوفوا يعني الخطوط ديال السكك الحديديه اللي هما في وسط المدينه، اللي جايين من لافارج واللي جايين تيعطيو المواد ديال يعني مسائل ديال النفطيه وهذه، يعني وما الخلل فين؟
هناك يعني ربما ضعف المداخيل او لا محطة اللي ما عندها شيء ترويج كبير. لا بالعكس، المحطة ديال مكناس عندها واحد الترويج كبير، وكانت في يعني عطات من العشرينات، وهذه المحطة قائمة. ولما لا، مدينة ملكية، عاصمة المولاي إسماعيل، مدينة اللي خصها تحضر حتى هي من قبل من المدن الأخرى، كان حتى هي خاصة يكون فيها التفكير. فاس حدانا، مراكش، أكادير، طنجة، الرباط، يعني عدة مدن اللي هي المحطة ديالها تجددت 3 و4 ديال الخطرات، ولكن مدينة مكناس طايلها هذا الإهمال. المحطة تبارك الله ما مخصوصاش، وحنا تنشوفوا بأن كاين هناك يعني واحد التهميش اللي هذا هو اللي غادي يمكن يكون تهميش للمدينة. وتنتمنى من الله باللي الناس اللي هما المسؤولين، لا سواء على المدينة أو لا المسؤولين أو الناس اللي تياخذوا القرار، أنهم يديروا واحد الالتفاتة وتكون واحد المحطة في المستوى ديال مدينة مكناس.